والآن في إطار التدشين الرسمي لمدينة قصيعر، وبعدها ستستلم حصة منطقة عسد الفاية وأيضا منطقة سرار ومنطقة الحافة. مرة أخرى نكرر شكرنا وتقديرنا لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونقول لهم جزيتم خيرا وكفيتم بحق هذه المديرية ومزيدا من هذه الإغاثة. احنا صراحة اليوم استلمنا سلة غذائية من الهلال الأحمر، الذي باقي هو يعاودنا بالسلات الغذائية كمساعدة للناس المحتاجة وللأسر اللي هي يعني حاجة لهذا الشيء.